أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة وعيادة الصحة. في ناس كتير قوي بيبقى فيه عندهم مشكلة وهم مش عارفين إن هم عندهم مشكلة. المشكلة دي بتبان مع مرور الوقت، بتبان مع مرور فترة من الزمن. بيكون السبب في المشكلة دي حاجة اسمها سوء التغذية. طب إحنا نعرف منين إن إحنا في عندنا سوء تغذية؟ ونعرف إزاي نتجنب سوء التغذية دي؟ علشان كده هيكون معانا ومعاكم النهاردة أستاذ دكتور محمد المنيسي، استاذ الكبد والجهاز الهضمي. دكتور محمد، اهلا يا استاذ. ازيك يا دكتور؟ اهلا حضرتك. ايه، ربنا يبارك فيك. في البدايه دكتور، يعني ايه سوء تغذيه؟ انتوا اللي سميتوها سوء تغذيه، انا ما عنديش فكره. لا يعني هو مصطلح شائع بين الناس، لما بيجي مثلا حد يقول ايه انا تعبان، انا حاسس بضعف، انا حاسس ان انا مش في المود بتاعي. هو المفهوم بتاع الناس، ممكن تلاقي حد طفل ما بينموش، النمو بتاعه ضعيف جدا، يعني مش يعني ممكن ذكي لكن مش طايق الاكل، بطنه توجعه مع الاكل، في اسهال، فده عنده مشكله في امتصاص شيء ما. ده اشهر الاشياء اللي احنا النهارده بقينا نتكلم عليها، نقول حساسيه القمح او حساسيات الطعام بشكل ما. فحساسيه القمح مثلا دي من اشهر الحاجات اللي بتعمل لنا مشاكل في النمو، سوء تغذيه، او الجمله اللي احنا بنسميها او الاهل بيوصلوا له هذا الكلام، المتعارف عليه في افريقيا في مجاعات، في نقص تغذيه. في اسيا يعني 100 سنه فقط، 100 سنه من الان، كان البحاره الاسيويين ما بياكلوش غير رز ابيض. فكان ليه سبب يعني معين؟ لا ولا لا لا هو ده، ده لان ما كانش في وفره غذاء في اسيا، في هذه المنطقه، في شرق اسيا و مناطق في جنوب الشرق الاسيوي، في اماكن كثيره عندهم. فكان اشهر حاجه عندهم مرض البريبري، في منه البريبري الجاف والبريبري الناشف، ويعني قصص ومشاكل في القلب وسوء تغذيه فيه. طبعا الثبات على نوع واحد من الاكل ده مشكله. ادي مثال تاني لكلمه سوء التغذيه. في ناس اطفال عندنا مرض اسمه الكواشيوركور ومرض اسمه المرازمس، ده برضو بتاع سوء تغذيه، نقص ان احنا ندي الاطفال بروتين او ان احنا نديهم دهون فقط، عفوا كربوهيدرات فقط، فبيحصل حاجات من هذا النوع. سوء التغذيه ما بقيناش نشوفها في بلادنا بشكل يعني النهارده في اكثر الاماكن فقرا مدقعا. بقى في النهارده تغذيه، بقى في النهارده صوب زراعيه، عملنا انتاج غذائي وفير، الغذاء بقى رخيص. لكن تعالى نفتكر تاريخ سوء التغذيه في العالم كله. تمام. يعني 1910 اكتشفوا اول فيتامين اللي هو فيتامين بي 1 اللي هو الثيامين. 1912 و1920 ابتدينا نشوف، 12 اكتشفوا فيتامين الف، الأربع عناصر من الكاروتينويدز. في 20 اكتشفوا فيتامين سي. يعني تخيل التاريخ يعني احنا في عصر قريب جدا كان في ناس عندهم مرض اللي هو السكيرفي، اللي هو بتاع نقص فيتامين سي. فيتامين سي. كان في ناس عندهم مشاكل نقص فيتامين بي. كان في ناس عندهم مشاكل نقص فيتامين بي 9 اللي هو الفوليك اسيد. فوليك اسيد ده اللي هو بي 9. تمام. ده في الخضار، في الخضار والفاكهه. مين فينا ما بياكلش خس، جرجير، شبت، بقدونس؟ مين فينا ما بياخدش اي حاجه فيها ورقيات؟ تمام. اللي هياخد هذه الورقيات مش هيبقى عنده هذه المشكله. طب ثانيه واحده يا دكتور، هو في يعني بعض الاشخاص بيبقى في عندهم نوع من عدم الرغبه ان هو ياكل الاخضر، اللون الاخضر ده دي حقيقة. ده في اطفال وفي ده اسمه دلع بقى، يعني ده اللي احنا بنسميه، يعني عندك اكل وما تاكلش ده دلع. تمام. هنعرض نفسنا للمشكله ويقول لك روح اشتري فيتامين. بالظبط. طب هل اكل الاكل ده من مصادر طبيعيه ولا خدها فيتامين؟
تمام. على مسؤوليتي. أيوة. تناول الفيتامينات بشكل ما بشكل بدون داعي ده مسارطة، ومفيش حاجة اسمها ان انا اخد فيتامين بدون داعي. انا اخد فيتامين اذا كان في نقص غذائي. في ناس عندها ممكن تلاقي واحد حجمه يعني بالونة وعنده أنيميا يعني، وممكن تبقى أنيميا نقص حديد ودي ليها أسباب. في ناس برضو هذا الحجم وعنده أنيميا فيتامين ب12 كرات الدم الحمراء كبيرة، عنده خلل في الصفائح، عنده خلل في كرات الدم البيضة. طب وده بيبقى ليه علاج يعني؟ كل حاجة في الدنيا من الحاجات دي ليها علاج. كل ما نذكره الآن ليه علاج، بس هو عايزين ناخد بالنا من طريقة التعامل في كلمة سوء التغذية دي. تمام. اللي احنا سميناها سوء تغذية يعني احنا بنبذل مجهود كبير جدا عشان نخس، احنا بناكل كتير جدا ونبذل مجهود اطول بالظبط بدون داعي، مع ان احنا ممكن نحافظ نعمل توازن في الغذاء. احنا ما بنقولش الناس كل لحمه يوميا. تمام. ما بنجيبش سيره هذا الكلام. هو في اللحمه احنا بنحذر من تناول اللحمه بشكل اكتر من مره في الاسبوع، يعني التحذير الطبي انت مش محتاج بروتين حيواني من هذا النوع اللحوم الحمراء، لكن احنا ممكن نستعيد عنها بلحوم بيضاء، فراخ، ارانب، سمك. احنا شايفين هذا الفيديو حصل ده الاسنان وادي اللسان بيمضغ الاكل. الراجل ده يعني بيبذل مجهود في مضغ الاكل جيدا، وده شيء كويس جدا. تمام. يعني احنا بنشجع الناس انها تمضغ الاكل، لان المعده لو نزل الاكل فيها مش ممضوغ هتبذل مجهود علشان تقوم بهذا الكلام. هنا القصبة الهوائية قفلت علشان يعدي الاكل في هذه المنطقة. ما دي مشكلة. ده المريء يعني المريء ده في عندنا مشاكل مرضية ممكن، يعني شوف هو انبوبة بتعدي فيها الاكل، لكن دي ممكن يكون فيها مشاكل مرضية كثيرة. الاكل وصل للمعدة زي ما احنا شايفين وحصل له طحن قوي جدا. اذا المعدة مش واقفة مش ساكنة زي ما احنا بنتفرج عليها كده، لا دي في حالة حراك قوي. والاكل يعدي منها من الاثنى عشر والامعاء الدقيقة والامعاء، يعني في منطقة الإليم آخر منطقة في الأمعاء الدقيقة، دي مهمة لامتصاص حديد وامتصاص فيتامين ب. يعني مفيش حتة في الجهاز الهضمي ملهاش دور وما بتقدمش دور غني من قبيل هذه الأشياء. هي دي مشكلة بتقابل. لكن أنت ممكن تلاقي ناس يعني وإحنا بنمضغ الأكل كده جيدا دلوقتي مضغنا الأكل يقف في هذه المنطقة. يعني تخيل الأمراض يعني، وفي حاجات بإيدك إن أنت تاكل أكل محدد وتحرم نفسك من أكل محدد، وفي حاجات غصب عننا. يعني في ناس عندها خلل في مشكلة الحركية بتاعت المريء، مرض اسمه أكاليشيا، بنسميه في مصر باللغة العربية أكاليزيا. ده مش عارف ينبسط، ممكن يجيله تقلصات، الأكل بيرجعه، العضلة منقبضة 24 ساعة. يعني زي ما احنا شفنا كده العضلة المفروض بتنقبض وتنبسط وتنقبض وتنبسط علشان بحيث ان الاكل ينزل بشكل سلس. وفي نفس الوقت لو انت اتقلبت على ظهرك مش ممكن الاكل يرجع والا من المعدة. يعني هي عشان كده هو حاجة مقفولة. لو القفلة دي بقت قوية جدا وبقى في خلل في هذه الاعصاب، ده مرض اسمه أكاليزيا. ده سببه ايه ده دكتور؟ ده مرض خلل في الضفيرة العصبية اللي بتخلي انبساط لهذا الكلام. فيبقى في دم في ميه في هذه المنطقه. لو الموضوع بقى شديد جدا، لو احنا بنشرب ميه ونشرب بالليل كمان وما نعرفش نبلع، ويبقى في وجع اثناء البلع وصاحبه يخس، فنخش في كلمه سوء تغذيه. تمام. بس هو الموضوع مش سوء تغذيه، الموضوع ده موضوع غصب. ما هو بس دخل غصب عنه خسسان. وفي ناس اللي هي بتعمل عمليات التخسيس، السليف، عمليات البايباس، بيخش في عمليات سوء تغذيه بشكل غير طبيعي، انه استأصل جزء من هذه الاماكن اللي احنا بنتكلم مهمه فيه. انا شايف كده كل انواع الغذاء قدامنا. تمام. ما هو في بيبقى في لخبطه في في في, في التغذيه اللي موجوده. ممكن طبعاً. ممكن ده يكون راجع ل يعني ثقافه معينه ولا راجع لظروف معينه؟ من ناحيه فكره التغذيه ولا فكره الناس اللي بتعمل العمليات الجراحيه؟ لا يعني خلينا دلوقتي نتكلم في موضوع العمليات الجراحية. يعني هل ده ثقافة معينة جديدة مثلا؟ لا هي مش ثقافة جديدة، بس لو في حد عنده كوليسترول وضغط وسمنة مفرطة وألم في المفاصل وألم في الظهر وشخير أثناء النوم وعنده مشكلة ممكن تودي بحياته نتيجة هذه السمنة المفرطة.
تمام. سمنه ممكن تؤدي الى سرطان القولون، ممكن تؤدي الى امراض القلب، ممكن تؤدي الى السكته الدماغيه. يعني عندنا مشاكل كبيره. السمنه مرض وليست عرض. لابد من علاج السمنه بالنزول المتوازن في الغذاء. يعني اللي هيخس مره واحده هيجي له حصوات مراره، يعني النزول المفاجئ في الوزن، المفاجئ في الوزن ده هيعمل حصوات مراره. فانت اذا محتاج ان انت تنزل بالتدريج، لازم تعمل نمط غذائي. اذا كان الكتله الدهنيه فوق 40 البي ام اي، الكتله الدهنيه الماس اندكس بتاع الجسم فوق 40، فعشان تخس انت هتبذل مجهود كبير. فاشهر حاجه وافضل حاجه، يعني ايه يا فندم فوق 40؟ المقياس بتاعها ده فوق 40 يعني الوزن على الطول مربع. فده بيعمل لك ارقام، حاجه اسمها الكتله الدهنيه بنقدر نعرف منها كتله الوزن. المفروض ان واحد زي حالاتك هيبقى 24. انا واحد زي حالاتي تخين يعني. لا حضرتك ما شاء الله اسمك الكتله الدهنيه كبيره. في ناس بقى عندهم سمنه مفرطه الكتله الدهنيه هتبقى 40، يعني انت 24 23 بهذا الوزن. تمام، ده كويس ولا وحش؟ ده ممتاز، احنا مش عايزين احسن من كده. تمام كويس. اللي بقى 27 ده ابتدى يبقى اسمه نسميه ده فيه زياده طفيفه في الوزن. اللي وصل 35 ده بقى اوبيز، لازم ينزل، ده لازم يلحق ينزل بسرعه. لو وصل 40 النزول ما بيبقاش سهل. هنا يبقى فيه تدخل، هنا ده جراحي. ممكن يبقى فيه نطلب له عمليه جراحيه لهذا الامر. يتعمل له حاجه اسمها سليف اللي هي التكميم، او يعني يسموها التكميم. يتعمل له حاجه اسمها باي باس. ادي احنا شايفين، ادي عناصر سوء التغذيه. ده طفل عنده مارازمس، مش الكواشيوركر. الكواشيوركر بيبقى منفخ وبيبقى عنده ميه في الجسم نتيجه نقص الزلال. فده من الحاجات النادره اللي بتبقى موجوده، يعني ما بقيناش نشوفها، بس زمان كانت موجوده. زمان كان موجوده، كان موجود هذا الكلام. بالظبط. على مر التاريخ، يعني انت عدد البشر سكان الكره الارضيه عددهم زاد جدا في الفترات الاخيره، لان ما بقاش عندهم نقص التغذيه. طب هل يا دكتور ناكل اكل اورجانيك؟ وبنسمع عن الاكل الاورجانيك اللي هو الاكل اللي ما فيهوش مبيدات، والاكل اللي هو ما فيهوش محسنات زراعيه ولا سماد ولا كلام من ده. هل ناكل اكل اورجانيك ولا ما ناكلش اكل اورجانيك؟ ما هي المشكله اللي بتقابل الناس ان هم مش قادرين يحددوا فين الاكل الكويس من الاكل اللي مش كويس. دي مش محتاجه تقابل الناس. يعني هو الناس تتعامل مع الغذاء اللي قدامها. ده اللي احنا عايزين نقوله للناس. بالظبط. في اكل كده كده تاخده اورجانيك، ما تاخدوش اورجانيك ملوش اي قيمه. يعني الاثرياء اللي بيحبوا ياخدوا الافوكادو، اللي هياخد بطيخ، اللي هياخد مانجا، ده مش مهم ياخد الكلام ده اورجانيك، لان هم لا يحتفظوا بالمبيدات ولا بالسماد ولا باي حاجه فيه. مش محتاجين ناخد بصل اورجانيك. البصل لا يحتفظ باي كيماويات داخل، لا يحتفظ، سبحان الله. لكن الخيار يحتفظ، القوطه تحتفظ، الفراوله تحتفظ. تمام. الفلفل يحتفظ بالسماد وبالمحسنات الزراعيه وبالمبيدات. الفلفل. طب هل اللي هيعمل سلطه ده مظلوم في هذا الامر؟ ما هي هل مطلوب منه ان احنا نقول له قشر الخيار بتاعك، اغسل الخيار بميه وصابون؟ الكلام ده مش مظبوط. انت اغسله بماء جاري، يعني تيقن بس من طريقته، وما تاخدوش فريش نمره واحد. يعني ده الحاجه اللي بقول لك استنى عليها يوم واحد بس. رب الاسباب ورب العباد، يعني ما دام هو اللي انتجها فهيحافظ علينا. فما نقعدش نقول بقى ده الاكل بقى ملوث، الاكل ما مش عارف فيه ايه، الكلام ده كله مرفوض. وكل الاكلات كلنا بناكل من هذا الاكل بلا استثناء. تمام. والاكل الصحي ما فيش منه اي مشاكل، لان بتظهر كلمات كثيره يقول لك لا ده الاكل ده بايظ. لا، طب ما بدل ما تاكل الاكل اللي انت بتتكلم عليه ده، ما تشربش الحاجات اللي هي المياه الغازيه مثلا. ده موضوع تاني خالص. ده المياه الغازيه دي يعني في تحذيرات كتير جدا على المياه الغازيه، ده 100% يعني. فعندك مشكله في هذا الامر. فده من ناحيه فكره التغذيه. لكن في ناس اللي هي زي ما اتفقنا عندهم مرض السيلياك ديزيز، حساسيه القمح، عدد كبير من الناس مش واخدين بالهم ان عندهم هذه المشكله. فانت بتلاقي طفل لا ينمو، عنده فيلير، بيسموه فيلير تو ثرايف، جمله كده غريبه. الطفل صغير، يقيسوا له الحاجات الهرمون النمو، يقيسوا له كل الكلام من ده. اهله يجروا يقول لك لا ده عنده نقص هرمون نمو، عايزين ندي له جراطه هرمون، وندور على قرار وزاره الصحه والقصه الشهيره اياها دي. تمام. ما تعمل له غده درقيه قبل ما تدور على هذا الكلام. بالظبط. اعمله واعمل له حساسيات القمح، لان في مشاكل اخرى. احنا في القاهره، احنا في مصر، حتى في اقاصي القرى الصعيد ولا
ما عادش في هذا الكلام اللي هو بهذا الشكل. يعني ملوش علاقة بالغنى أو بالفقر أو بالناس اللي بتاكل عيش. بقى العيش النهاردة المحسن بتاع الدولة فيه يود وفيه تمام الملح بقى فيه يود. أنت كان زمان عندك مشكلة الغدة الدرقية بتشوف لغاية الخمسينات والستينات إن الناس تمام. كانت تجهل هذا الكلام بالزبط. لكن أنت في هذا العصر فكرة سوء التغذية أصبحت تقلصت بشكل قوي. لكن إحنا النهاردة بقى عندنا تغذية مفرطة، السمنة زادت، حركتنا قلت، الوضع اختلف تماما. طيب بعد إذن حضرتك يا فندم، أعزائي المشاهدين فاصل وهنرجع تاني. أنا صايع. رجعنا تاني لحضراتكم بعد الفاصل، وسؤال حلقة النهاردة على سوء التغذية. هل تتناول وجباتك الغذائية بشكل منتظم؟ منتظرين مشاركتكم على أرقام التليفون اللي هتظهر بعد شوية وعلى موقعنا على التواصل الاجتماعي. ومعانا ومعاكم دكتور أستاذ محمد المنيسي. أهلا يا شباب. يا دكتور، كنا بنتكلم على سوء التغذية وكنا عايزين نعرف هل هي ثقافة ولا ظروف؟ لا، زمان كانت ظروف. يعني زمان أيام الفراعنة، الفراعنة أول ما الناس اكتشفوا نقص فيتامين ألف وأول ناس اكتشفوا نقص فيتامين دال، هم كانوا متقدمين جدا في الطب. بس طبعا كانوا متقدمين جدا، وكان بالصدفة سموا فيتامين دال مكان فيتامين ألف. يعني كان فيتامين دال المقصود به فيتامين ألف والعكس في الثقافة الفرعونية القديمة. الثقافة الفرعونية كثقافة، لكن ما كانش ليه مسمى. يعني المسميات ما كانتش بهذا الكلام، لكن كان المقصود من وراء هذا الكلام. لكن كانوا يعرفوا ان الناس اللي بيجي لهم العشاء الليلي والعمل الليلي والتغير في الالوان، او الناس اللي عندهم ضعف في حدة الابصار، بعيدا عن مرض السكر، لان الفراعنة اول من اكتشف مرض السكر واول ناس ادوا نمط غذائي لعلاج مرض السكر، وهم اللي استخدموا الحبوب، هم اللي استخدموا البصل، هم اللي استخدموا الثوم، وهم اللي استخدموا الحمص. تمام. بعد كده ابن سينا اداهم الحلبة، اضاف الحلبة واضاف بعض الاشياء اللي هي كانت موجودة في الحاجات الفرعوني، لكن احنا ما عرفناش الا بعد ابن سينا ما حطها. بس احنا كان تاريخنا مجهول، فما عرفناهوش الا من خلال 130 سنة من الان. بالزبط. لكن حاجات ابن سينا. عشان كده الناس اللي هي بتقول لك احنا هنستخدم الاعشاب في العلاج، ده كلام برضو مش مظبوط. لان الطفرة العلاجية في ناس كتير بتروح لسكة الاعشاب في موضوع سوء التغذية. سوء التغذية مش هيعمل حاجة، لا في سوء التغذية ولا في مرض السكر ولا في الضغط. يعني فدان من القرفة مش هيعمل حاجة، وفدان من الكركديه مش هيعمل حاجة. هتقدر تظبط الجرعة العلاجية ازاي؟ كل ده. لكن الأكلات دي مفيدة بقى. يعني شوف، أنا بقول لك إحنا مش، يعني أنا مش مع الأقراص يعني، بس إذا كان عندك ضغط أو سكر فأنت لابد إن أنت تاخد يا الأنسولين يا الأقراص بتاعتك. بالظبط، من خلال القوانين الطبية الصارمة الواضحة بشكل محدد. لكن عندك ايضا جزء من الموضوع نمط غذائي يمثل 40-50% من القصة. ان انت تمتنع عن اكلات محددة وتزود في اكل اخر يساعد على بناء، مش علاج يعني، يساعد على او تعويض المشكلة، يساعد على يعني كمريض السكر كهذا من او كهذا المرض. فالفراعنة اكتشفوا موضوع العشاء الليلي وكانوا بيدوا زيت الاسماك لهذا الموضوع. زيت الاسماك؟ زيت السمك. تمام. هو زيت السمك موجود فيه فيتامين ألف وموجود فيه فيتامين د. وهم أول ناس، طبعا زيت السمك فيه أوميجا، فيه حاجات كده، وهم اللي استخدموا الفسيخ. والفسيخ قصة التفسيخ ده احنا مش بندعو ليه، دي كانت وسيلة لحفظ الأسماك بشكل ما، لأن ما كانش عندهم المفهوم. أو يعني كان الناس بتموت زمان من النزلات المعوية. يعني كان في حد يشرب كوباية لبن معنا، كان يجيله درن. معنا اتصال يا فندم. ألو. ايوه السلام عليكم. ايوه عليكم السلام استاذه منى، ازيك؟ الله يخليك. اتفضلي معانا دكتور يخليك. محمد المنيسي. انا كنت عايز اسال الدكتور سؤال لو سمحت. اتفضلي يا فندم، اتفضلي. كنت عايز اسال الدكتور، هل الهالات السوداء اللي حوالين العينين دي سببها الانيميا؟ عينين، هجاوبك حالا. شكرا. حاضر يا دكتور. شكرا يا فندم. الناس كلها فاكره ان الهالات السوداء انيميا، الناس فاكره ان الهالات السوداء كبد، الناس فاكره ان الهالات السوداء كلى.
هو الكبد في نهايات في اخر الاشياء هو هذا الموضوع، لكن الهالات السوداء تبين طبيا وكلام نهائي. نعم زي الكدمات الصغيره، انت لما بيجي لما بتتخبط على ايدك فبيجي لك نقطه اللون بيتغير، اللون بيتغير، اللون بيتغير، ده ارتشاح دموي في هذه المنطقه. المنطقه دي غنيه جدا ب التغذيه الدمويه، يعني الشعيرات الدمويه فيها كتير شديده جدا. فلو عندنا خلل في الشعيرات الدمويه نتيجه اي مرض ما، انت الكلام ده يزيد بالتدخين، يزيد بالارهاق، بامراض الدم، بخلل في حاجات الصفائح، بخلل في يعني امراض الشعيرات، بعيدا عن كل هذا الكلام. لكن الانيميا ملهاش علاقه. واذا كنت عايز تكلمني في سوء التغذيه، سوء التغذيه ليها دور، ليها دور في موضوع الهالات، ليها دور في موضوع الهالات السوداء، لان بيحصل الارتشاح نتيجه ضعف في هذه الانسجه الصغيره. بس هي مش هتيجي لكل الناس، هي هتيجي لبعض الناس اللي عندهم ضعف بجد في هذه الانسجه. فهي مهمه جدا للتاكد ان امراض الدم سليمه، مهم ان انا اتاكد ان كل حاجات سوء التغذيه مظبوطه، فيتامين الف وفيتامين ب وفيتامين سي ودي والاي، كل الحاجات دي، ان كل حاجه الاستيك او هذه الشعيرات الدمويه جيده. اما بقى ان احنا بنستخدم لها كريمات، والصحه دايما من الداخل، الصحه من الداخل، من الداخل وليست بالتجميل او بهذا ان احنا نغطيها. في حاجات هتمتص هذا الكلام، في حاجات هتمنع الارتشاح، في كل في حاجات، في كريمات النهارده بقت موجوده في يعني بشكل غير طبيعي، يعني تضيع هذا الكلام. لكن الحلول ان انا اعالج صحتي جيدا، ان انا انام كويس، ان انا ما ادخنش، ان انا احافظ على الوزن، ان انا اكل اكل صحي يعني، ولو هاخد كربوهيدرات. يعني من اكتر الحاجات اللي هي فيها مشكله او تعمل لك حاجات مؤكسده ان احنا ناكل دهون كثيره وكربوهيدرات اللي هي سكريات كثيره، سكريات يعني المياه الغازيه او العصائر اللي هي محلاه بشكل ما، كل هذا كلام مرفوض. المقليات، المسبكات، المخبوزات، الحلويات، السمين، الشوربه، كل ده. طب احنا ناكل ايه؟ طب يا دكتور، هو ده احنا حياتنا مقليات؟ احنا مش ده الحقيقي. احنا ناكل خضار، ناكل فاكهه، يعني يا ريت 40-50% من اكلنا يبقى خضار، خضار وفاكهه، ثمره فاكهه. مش مطلوب منك ان انت تاكل 80 ثمره فاكهه واحده. طب خد بروتين مرتين في الاسبوع، خد بيضه مرتين في الاسبوع، خد قطعه فرخه صغيره حتى مره في الاسبوع، قطعه لحمه مره في الاسبوع، مره كل 10 ايام ممتاز، علبه سردين، علبه تونه حتى مره كل 10 ايام. يعني احنا مش مطلوب اكتر، ده للحصول على في ده هيوفر لك اكتر من كلمه علبه فيتامين. بس في معظم يعني الثقافات الموجوده في المجتمع ان هو لازم كل يوم يا اما ياكل لحمه او فراخ، حاجه فيها الاثرياء يا صاحبي. معانا اتصال. الو، السلام عليكم. ايوه عليكم السلام استاذ خالد، ازيك؟ الحمد لله. ممكن اكلم الدكتور محمد؟ اتفضل يا فندم، اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، يا اهلا يا فندم، اهلا وسهلا. انا ابني بس كان عنده التهابات على الكبد، رفع الانزيمات. عفوا، الانزيمات بدات تطلع من 300 ل 500 لغايه 700. فطبعا يعني ما فيش اي تقدم، يعني عملته التحاليل بتاعت الفيروسات الكبديه، الدلالات المناعيه، التهاب الكبد المناعي، عملت حاجات ترسيب الحديد، ترسيب النحاس. انا عملت الفيرياتين، كان طالع برضو عالي جدا. عملت الفيريتين؟ الفيرياتين. الفيريتين المفروض تعمل حاجه اسمها ترانسفيرين ساتوريشن، وتعمل الجين بتاع هذا المرض بتاع ترسيب الحديد، المرض اللي اسمه هيموكروماتوزس. لازم نعمل الحاجات بتاعت مرض ويلسون. انا هجاوبك، اسمعني من التلفزيون وانا هجاوبك حالا. الطفل سنه كام سنه؟ عفوا احنا نسينا، يعني نسينا نساله. طبعا في امراض تمثيل غذائي، حاجه اسمها امراض ترسيب الجلايكوجين داخل الكبد، في حاجه اسمها امراض اللايسوزومال، في طبعا الفيروسات الكبديه، التهاب الكبد المناعي بكل بشقيه، اثنين كان زمان قالوا ثلاثه، هو اثنين، ترسيب الحديد، مرض اللي هو اسمه هيموكروماتوزس، وبيبقى ده معاه ضعف في الخصيه، ومرض السكر، والم في المفاصل في هذا الصباعين دول فقط، المفصلين دول فقط. مرض ويلسون ده بيبقى فيه ترسيب في النحاس في الكبد وفي الجسم، وممكن يبقى معاه اعراض عصبيه اخرى.
واعراض نسيان واعراض يعني اعراض يعني حركيه وكثيره من هذه الاشياء. ففي السن ده لابد ان احنا نصل الى تشخيص. مفيش حاجه اسمها بدون تشخيص. اذا فشلنا في الحصول على تشخيص فمن ممكن نعمل عينه كبديه. في معنا اتصال. الو. السلام عليكم. الو استاذه ناديه. من فضلك يا دكتور، انا عندي 64 سنه وعندي حصوه سنتي ونص في المراره، بس يعني ايه مستقره. تمام. سيادتك ممكن تقول ايه الحاجات اللي ممكن اتمنع عنها؟ عيني. حاضر. الحاجات دي كلها لو سمحت. عيني عيني. شكرا شكرا استاذه ناديه. حصوات المراره سبحان الله ما بتجيش الا يعني للناس اللي عندها سمنه، الناس اللي بتخس مره واحده، مرضى السكر، الناس اللي بتاخد بعض الادويه تعمل هذا الكلام، بعض المضادات الحيويه تعمل حصوات المراره. الحمل الكتير، اقراص منع الحمل، بعض انواع الفيتامينات تعمل هذا الكلام. دول اشهر الاشياء. احنا عندنا خمس حاجات تانيين انا ذكرت. الاكثر شهره. اكثر شهره. وجدنا ان في حاجات تمنع تكون حصوات المراره. أدوية الكوليسترول تمنع تكون حصوات المرارة، شرب القهوة يمنع تكون حصوات المرارة. الأغذية الغنية بفيتامين سي، الأغذية الغنية بفيتامين سي، الأغذية الغنية بالأوميجا، بالأوميجا 3. زيت الزيتون، زيت الأسماك وهكذا. تمام. دول وجدوا إن دي الحاجات المشي كثيراً. طب إذا كانت الحصوة أقل من نص ملي فلابد من استئصال المرارة. إذا كانت بتدي أعراض بما فيهم بس أعراض ألم بسيط بيسمع في الكتف، أو جالنا آلام متكررة عامة، أو شعور بالامتلاء والانتفاخ الدائم، ففي الحالة دي لابد من استئصال المرارة. أما إذا كان حجم المرارة 1.5 سم ومستقر فيعني ممكن نتغاضى ونقول نسيبها، لكن طبيا مفيش حاجة اسمها حصوة مرارة تتساب تطلق طبيا. آه طبيا. لكن بالخبرة الإنسانية، بالخبرة الإنسانية ممكن. طيب دكتور محمد، ازاي نتجنب سوء التغذيه، او ان احنا نوصل لمفهوم سوء التغذيه؟ ازاي ما نوصلش للمرحله دي؟ احنا مين قال ان احنا المفروض ناكل 3 وجبات في اليوم؟ ليه ما يبقوش 10 وجبات في اليوم؟ ليه ما يبقاش اكلنا 70-80% من اكلنا خضار وفاكهه؟ البيض، ليه ننسى البيض؟ ليه ننسى الاكلات احنا مش هنقدر، في حاجات يعني احماض امينيه مش هنقدر نحصل عليها الا اذا اكلنا لحوم، او احماض امينيه ضروريه سموهم اسينشال امينو اسيدز، وفي احماض دهنيه ضروريه مش هنقدر نحصل عليها الا اذا اكلنا اكل حيواني. تمام. فمفيش حاجه اسمها ان انا اعيش نباتي، مفيش حاجه اسمها انا اكل كل حاجه، اكل 5 انواع من الخضار والفاكهه يوميا، كميات قليلة من الأكل تغني، يعني إحنا عايزين لقيمات بس تسد جوعنا بدل ما إحنا في وزن زائد وامتلاء زائد فقط لا غير، إحنا عايزين الناس كلها تبقى زيك. الله يخليك يا فندم. الله يخليك يا فندم. ربنا يبارك فيك. الله يخليك يا فندم. أنا اتشرفت بلقاء حضرتك جدا. شكرا يا حسين. وأتمنى من أعزائي المشاهدين إن هم يكونوا استفادوا من معلومات الهائلة جدا اللي قالها دكتور محمد المنيسي أستاذ الكبد والجهاز الهضمي. اتشرفت بلقاء حضراتكم، وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله.